سهرة مفتوحة يقدمها طاهر أبو زيد. أهلا أستاذ عمر. أهلا أستاذ طاهر. وحشتنا أول حقيقة، يعني 5 سنين 6. آخر مرة كنت فيها في مصر بقى لي 5 سنين بالضبط. 5 سنين وحشتني هي كمان. يا ترى أنت بتعمل إيه في إنسبروك؟ بصور فيلم بقى لي حوالي 7 أسابيع. ابتدينا في فيلم جديد بتدور حوادثه أثناء حرب 30 سنة، المفروض في ألمانيا في القرن 17. فيلم تاريخي. فيلم تاريخي، إنما موضوعه ممكن يعني تاخده كأنه بيحصل النهاردة برضو. إزاي؟ يعني الحوادث بتاعته لو حصلت النهاردة، وهي فعلا بتحصل في حرب الفيتنام مثلا، واللي بيحصل في إيرلندا دلوقتي مثلا بين الكاثوليكيين والبروتستانت، برضو نفس القصة بالضبط. يعني هي فعلا في القرن 17، إنما لو حصلت النهاردة برضو كان ممكن الفيلم يحكي عن نفس القصة دي بنفس الطريقة، يعني واقع إنساني من خلال الحرب. أيوة. أنا شفتك الحقيقة وأنت بتعمل بعض حاجات للفيلم، وشفت بدلة جلد، جاكيتة جلد كده زي بتاعت الرعاة. دورك فيها راعي ولا إيه؟ لا، أنا دوري فيها في الرواية يعني راجل. المفروض إحنا بنبين العساكر والناس الفلاحين، وفي الرواية برضو في راجل بيمثل اللي مش عسكري واللي مش فلاح، يعني الراجل اللي متعلم اللي عايش في مدينة، فراجل لقى نفسه في الموقف ده هو مع العساكر، بين العساكر والفلاحين. فكان طبعا جعان وكان كانت هدومه مقطعة، فاستلف بدلة من بدل الفلاحين. عشان كده الفلاحين اللي انا شفتها بالجلد دي. استاذ عمر، هل ممكن نتكلم بصراحة قوي؟ أنا عارف أنك صريح جدا. ويمكن وأنا بسألك السؤال ده بتجاهل حقيقة أنت قلتها لي قبل ما نبتدي، وهو أنه مفيش تحضير أسئلة، وأن كل الأسئلة بتتقال من القلب للقلب. وأنا بحب الصراحة جدا. هو طبعا بالنسبة ليك أنت وصلت إلى قمة من قمم الفن العالمي، وإحنا بنترقبك في مصر فعلا، وبنعتز بيك كعربي وكمصري، بترفع اسم مصر في كل مكان بتنجح فيه. وانا هنا في إنسبروك شفت ازاي الناس بيحبوك وبيقبلوا عليك، واول ما بيسمعوا عمر، وحسدتك الحقيقه، اول ما بيسمعوا عمر ازاي بيلتف حواليك ناس متعددين، وسمعتك في اوروبا الى اخره يعني. لكن الراي العام العربي والمصري وبعض الصحف وبعض الاقلام بتهاجمك، وبتهاجمك بعنف، وبتقول انك انت يعني مشيت مع فنك وسبت بلدك، وتقريبا تخليت عن عروبتك، وقيل في بعض الاحوال انك خدت جنسية تانية، وانك ما انتش سائل عن مصر الى اخر هذا الكلام. فايه رأيك فيه؟ اولا كوني خدت جنسية تانية دي طبعا مش صحيحة ومش معقولة. انا ما زلت عندي جنسية مصرية، وبيجددوها لي بكل سهولة في كل سفارة، في كل أنصلية لينا في أي بلد. طبعا لازم الواحد يهاجم، ده دليل على نوع من النجاح برضو، إن الواحد يهاجم. يعني ما فيش واحد ناجح ما بيهاجمش، وما فيش واحد فاشل بيهاجم. يعني الفاشل ده الواحد ما بيتكلمش عنه بالمرة. أنا فعلا في بعض الصحفيين والجرائد عندنا بتهاجمني، وده طبعا بيزعلني جدا وبيصعب عليا جدا. بيوصلك الهجوم ده؟
تشوفه يعني. انت عارف بيوصلني ازاي؟ بيوصلني بطريقه وحشه قوي انا، لان ما بتوصلنيش طبعا الجرائد والمجلات في كل حته بروحها، انما بعض الاوقات بيحصل ان ناس اجانب او صحفيين اجانب بيكلموني بيسالوني لو كنت عارف انا ان حصل كذا كذا في مصر، انه هاجموني اني اتشتمت في جريده او في مجله، بقول له طبعا ما اعرفش. هما بقى بيفرحوا جدا بالهجوم ده، هو لان انت لازم تعرف اولا ان اغلبيه الناس، اغلبيه الصحافه الصحفيين اللي خارج مصر او خارج البلاد العربيه ضدنا. أي. يعني احنا الاغلبيه ضدنا مش معانا، واضح. فهم بيحاولوا يلاقوا اي فرصه وبيتخذوا اي فرصه عشان يهاجمونا او يبوخونا او يصغرونا. أي. يصغروا بلدنا. فدي طبعا بتديهم فرصه ان الوحيد مثلا من الممثلين او يعني اللي ناجح في العالم خارج البلاد العربية ده هو بلاده، بلده والناس بتوعه بيهاجموه بيشتموه. فبياخدوها يعني بيفرحوا لما بيحصل كده، لان بيقولك طب ما هو يعني هم لما حاجة كويسة عندهم مش عايزينها، عايزين يرموها. فدي طبعا بتصعب يعني عليك، محاولة لتقليبك ولجعلك ضد الناس اللي بيهاجموك اكتر، او لجعلك تبتعد اكتر عن البلد، مش كده؟ اي. وبعدين بتبقى دعاية وحشة للبلد. لما الناس اللي بيشوفوني في السينما هنا في اوروبا وفي امريكا طبعا في ليا معجبين كتير، ولما بيتكتب هنا هو انه انا بهاجم في مصر، طبعا الحاجات دي بتزعل الناس اللي هم، لانه مش فاهمين ليه بقوا هاجم. هم مش قادرين يتصوروا كل الاسباب اللي بتخلي بعض الصحفيين يهاجموني علشانها، فما بيفهموش ليه. وده طبعا دعاية وحشة للبلد بتاعتنا. انا معاك طبعا ان هو دعاية وحشة، لكن اذا احنا ادينا لهم الفرصة لاي اقلام، يعني اذا ادينا الفرصة لاي اقلام مصرية، اي، فبنحاول نعرف السبب في اننا بندي الفرصه. يعني انت بتدي فرصه ليه عشان انا بديهم فعلا الفرصه، لكن غصب عني، لان انا في قدامي طريقين كان من الاول. أي. لما عملت فيلم لورنس ويعني ابتديت انجح، فكان قدامي طريقين. أي. يا اما اقول كلام ما يزعلش حد ابدا في مصر وما اشتغلش، يا إما أبقى سياسي في طريقة كلامي، لأن أنا بشتغل مع ناس كلهم اللي عندهم فلوس. يا إما أقول الكلام اللي يريح ويبسط الجماعة بتوعنا الصحفيين اللي بيهاجموني دول ومحدش يشغلني، يا إما أقول أنا أبقى سياسي وانجح وارفع اسمي وفي نفس الوقت أرفع اسم بلدي واعمل دعايه لبلدي بالطريقه دي، بالطريقه اللي هي الطريقه المعقوله، ان يكون في لينا ناس ناجحين في العالم. اي. لا يعني افهم من كلامك انك قلت حاجه تزعل الناس وانت بتعلم انها تزعل الناس. لا، انما لازم اكون سياسي مع الناس اللي بشتغل معهم. نفسر السياسه دي اذا سمحت شويه. اي. لانه السياسه ممكن تكون طريق يودينا يمين او يودينا شمال. يعني مثلا اسال كتير مثلا. أي. رأيي في مشكلة الشرق الأوسط. أي. فالرد بتاعي الرد المعقول اللي أنا دايما بقوله إيه، أن أنا راجل ماليش في السياسة، وأن أنا راجل أحب السلام زي أي فنان طبعا لازم يقول كده. حتى لو كانش بيحب السلام، إنما أغلبية الفنانين بيحبوا السلام فعلا وأنا بحب السلام فعلا، فلازم أقول أن أنا راجل بشجع السلام وعايز أنه يكون في سلام. فدي طبعا ممكن تتأول بأي طريقة. أستاذ عمر، الحقيقة إحنا كلنا بنؤيد السلام، بنؤيده من قلبنا، ما هوش مجرد دعاية. يعني إحنا شعبنا شعب مسالم، وفرضت علينا الحرب، الشعب العربي فرضت عليه الحرب، وإحنا هنخوض هذه الحرب لأنها فرضت علينا ومش هنتراجع وهننتصر إن شاء الله. إنما السؤال هو، باعتبارك فنان وفهمت من كلامك إنك بتواجه ضغوط
وانك بتاخد موقف فيه شيء من المرونة. انما انا عاوز اقول ان هذه المرونة ما يصحش انها تصل الى حد التورط في اي تصريح او مقال او كلام صحفي او كلام تلفزيوني يسيء الى قضيتنا. لانه في هذه الحالة الفنان لما يخير بين فنه وبين وطنه بيختار في النهاية وطنه. وانا ابتداء مانيش من انصار السريخ ومش بطالب ولا احنا كلنا بنطالب كل الناس انهم يصرخوا ويمتلئوا حماسة واو الاخر. بس هو الفنان في له طريقة انه يكون مفيد لوطنه. يعني انا بدور على اني اكون مفيد لوطني. لو انا ما اشتغلتش ورجعت ممكن طبعا ارجع اشتغل في مصر اشتغل ممثل هناك وكل الحكاية دي تتنسي خالص. فبالطريقة دي مش حفيد وطني بحاجة ابدا. لا احنا عاوزينك تشتغل فعلا ومبسوطين من نجاحك وبنتابعه. لكن هل حصل انك انت تورطت في اي تصريح يسيء الى مصر او الى لا طبعا طبعا مش ممكن ادي اي تصريح يسيء للعرب او لقضيتنا ابدا. لكن ممكن اقول حاجات لا هنا ولا هناك وتتأول يعني. ممكن بيأولوها هنا اولا. يعني الصحفيين اللي بيتكلموا معايا او المذيعين اللي بيسألوني الاجانب هم بيأولوا الكلام طبعا. يعني كوني اقول انا بحب السلام. انا قلت انا ما بفهمش في السياسة. انا ممثل وزي كل الممثلين بحب السلام. لكن ممكن هو بقى يقول زي ما هو عايز وممكن احنا نقول زي ما احنا عايزين كمان. واللي بيحصل فعلا هو ده. ان الصحفيين الاجانب بيكتبوا زي ما هم عايزين بيأولوا كلامي واحنا بننقل عنهم اللي اتقال اللي اتقال او بنأول احنا كمان اللي اتقال بطريقتنا احنا. يعني انت بتعتقد انه نجاحك استمرار لارتباطك بوطنك، نجاحك كمصري استمرار لارتباطك بمصريتك وبعروبتك، وانه انت اذا ما نجحتش مش هنستفيد حاجة في العملية كلها. وما دام انت ما تورطتش في اي حاجة تسيء حتى من حيث ضميرك من حيث نظرة ضميرك الى وطنك او الى عروبتك، انت بتعتقد انك انت على صواب وانه الهجوم عليك بالتالي يبقى غلط. انا 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 يعني من ناحية ضميري انا مرتاح جدا. لان اولا انا كل ما يعني كل ما بقابل مصريين او اشوف مصريين بيجوا اوروبا او بيجوا المكان اللي انا فيه بنبسط جدا. وبقابلهم ويعني دايما ببقى سعيد جدا، بيبقى حاجة بالنسبة لي حاجة بتسعدني جدا. تاني حاجة انا دايما على اتصال بكل السفارات بتاعتنا، يعني مطرح ما اروح اروح ازور السفير واروح القنصلية واقعد اوقات كل يوم اروح اشرب الشاي هناك واتكلم معهم وكلهم بيعاملوني معاملة كويسة جدا. بتوضح موقفك طبعا. طبعا يعني موقفي انا واضح جدا. هل عرضت عليك اي جنسية اخرى؟ انا فعلا لما حصلت هجمة عليا في مجلة من مجلاتنا ايام ما كنت هبتدي اصور فيلم فاني جيرل مع باربرا سترايسن، ففي مجلة هجمتني مهاجمة كبيرة جدا وقالت انه كان يعني صح انهم يسحبوا مني جنسيتي. ده اتكتب فعلا. فالحكاية دي اتعرفت في العالم كله ووكالة يونايتد بريس عرفت ان اتكتب كده. وهم طبعا مدام عارفين ان الصحافة عندنا وانت تمسكت بجنسيتك وبالباسبور بتاعك وحاولت افهمهم انه ما بيكتب في الجرائد ده او في المجلات مش رأي الدولة، يعني مش ضروري انه يكون، ممكن يكون رأي صحفي معين. طب الحقيقة انا اشكرك على صراحتك وواضح جدا انك ما بتفتعلش اي اجابة، يعني انا حاسس انها طلعة من قلبك فعلا. وبشوف كتلخيص للوضع انك كفنان بتساير الظروف دون ان توقع اي اضرار بوطنك وهو في محنته. مدام انت ما عملتش اي ضرر لوطنك بترى انك انت في الخط السليم. ده فعلا اللي انا عايز اعمله، يعني ده ده اللي انا بحاول اعمله. لما طبعا ممكن اوقات بفشل، يعني ممكن اللي بيتهيأ لي انه ده ما اسئتش لوطني او ما اسئتش لحد ممكن يتقال بطريقة ان الناس تفكر ان انا اسئت. يعني لكن انا يعني ضميري
مرتاح ان انا ما رضيتش ابدا اسيء لبلدي. طب هم الناس بيربطوا بين هذا الكلام وبين انك ما زرتش مصر ولا مره، ومتهيألي انك انت لو زرت مصر مره هتقضي على كل هذه الشائعات وتقدر تكلم الناس هناك وتكلم الصحفيين وتنور الراي العام الى حقيقه موقفك حتى الراي العام يبقى معاك يعني. ايوه انا ما زرتش مصر لسبب بسيط جدا، ان من سنه 64 اللي هي اخر مره رحت فيها مصر اشتغلت كتير قوي، يعني عملت افلام ورا بعض، عملت حوالي 12 فيلم في بحر 5 سنين، ده طبعا ما جانيش وقت فراغ كتير. وبعدين اخر مره كنت فيها مصر خدت حوالي شهر عشان اطلع تاشيره الخروج، يعني قعدت شهر الف وادور على مكاتب وعلى مجمعات لغايه ما خدت تاشيره. فطبعا دلوقتي عشان اروح مصر لازم يكون قدامي على الاقل شهر اكون فاضي فيه. يعني ما اقدرش اروح يومين اركب طياره 3 ساعات اوصل مصر واقعد يومين وارجع، ظروفك بتقتضيك انك ترجع بسرعه. لازم ارجع لو عندي شغل، لازم ارجع بسرعه. لو ما فيش الحكايه دي كنت رجعت رحت قعدت السبت والحد مثلا وجيت اشتغل يوم الاثنين، لكن ده مش ممكن. فانا كنت فعلا كتبت حتى جواب لوزير الداخليه طلبت منه انه تتسهل الحكايه دي، وردوا عليا فعلا انه يعني ان اقدر اجي وهيدوهاني على طول من غير اي صعوبه، لكن ما جاليش فرصه الحقيقه. ما جاتش فرصه. مهم قوي الحقيقه ان الفرصه دي تيجي، يعني متهيألي برضو ممكن تحاول تلاقيها. انا شايف انك انت فعلا مشغول في فيلم دلوقتي في انسبروك، وعندك فيلم تاني هتروح تعمله، لكن بقدر الامكان يعني الناس هتبسطوا جدا، الراي العام هيحس انه ممثل عالمي مصري وناجح بيقضي على كل الكلام اللي بيتقال عليه وبيثبت وطنيته واخلاصه في احلك الظروف اللي بنمر بيه. انا شايف ان الزياره دي عمليه مهمه جدا، فهل يعني نترقب ان احنا نستقبلك في مصر قريب؟ ان شاء الله. انا كذا مره نويت فعلا وبعدين جاتني ظروف منعتني، ظروف عمل، انما نويت كذا مره في بحر ال5 سنين اللي عدوا دول، نويت 3-4 مرات وقلت انا جاي، وبعدين جاتني ظروف او جاني عمل منعني من اني اروح. يا ترى هل في امكانيه انك تشترك في اي فيلم عربي سواء كان في موضوع عاطفي، او حتى اذا كنت عاوز انا ازيد في السؤال شويه واقول لك اذا كان بيتناول بصوره او باخرى قضيتنا، هل في امكانيه ولا من الصعب عليك فعلا انك تشترك في فيلم من هذا اللون بصراحه؟ يعني دلوقتي انا اللي بحاول اعمله ان انا ما اعملش افلام، يعني حتى الافلام الامريكاني اللي بعملها بحاول اعمل افلام من الدرجه الاولى، يعني تكون مستواها الفني عالي على قدر الامكان. فبالنسبه لي دلوقتي السينما المصريه ما زالت سينما درجه تانية يعني في المستوى الفني، كأني هعمل فيلم أمريكاني من الدرجة الثانية. فأنا دلوقتي عايز يعني أشق طريقي لفوق، ومش عايز، لأن لو عملت فيلم مصري دلوقتي ممكن يتباع في العالم كله على اسمي، ولو الجمهور شاف فيلمين ثلاثة ليه ما عجبهمش فطبعا شهرتي هتقل وشغلي هيقل بعد كده. فأنا بحاول أول أثبت مركزي بحيث ان اقدر اعمل اي حاجه يعني ومحدش يلومني عليها. يعني عاوز تضمن الامكانيات الفنيه اللي تدي لك فيلم على مستوى الافلام الجيده اللي انت بتعملها. ايوه. طب استاذ عمر، يعني فهمت من كلامك انك ما تقدرش تشترك في فيلم عربي على اساس انه ما فيش امكانيات فنيه عربيه تخلي الفيلم في المكان اللائق بيه، يعني تخليه في الدرجه الاولى زي ما انت قلت. لغايه دلوقتي. طب لو توفرت هذه الامكانيات عن طريق عالمي، حتى مخرج عالمي وسيناريست عالمي وقصة عالمية، ممكن تشترك في الفيلم؟ ممكن طبعا. ممكن تشترك حتى لو كان بيتناول القضية اللي احنا فيها؟ طبعا. ده حقيقة تصريح شجاع بيبسطني جدا كمصري، والحقيقة أحب أضيف إليه كلمة من عندي يمكن كنت مأخرها شوية. الحقيقة الأستاذ عمر لما جينا في إنسبروك عشان يعمل لنا تسجيل لرواية للشرق الأوسط توزع في رمضان وتناولنا كل هذه المشاكل، قال لي
انت فاكر انا قابلت ان انا اعمل رواية عربي ليه لمجرد ان انا بوجداني يعني احس ان انا مع الناس اللي بيتكلموا لغتي ومع العرب اللي هم جنسي ومع المصريين وما يحسوش ان انا بعدت، يمكن بعدت 5 سنين أو 6 لكن قريب منهم اكتر ما هم بيتصوروا، وكان ده الوسيلة الوحيدة علشان اثبت لهم هذا. وعشان كده قال لي انه رحب جدا لما كلمناه من مصر بالتليفون واتفقنا معاه على انه يعني وبعدين غير كده يا استاذ طاهر انتوا ما تنساش انتوا اول ناس طلبتوا مني اعمل حاجة، ما حدش قبل كده من اخواننا طلب مني اعمل لا انترفيو تلفزيون لا انترفيو اذاعة، ما حدش، ما فيش صحفي جه حاول ياخد مني حديث غير الاستاذ كمال الملاخ كان جاني في امريكا، انما ما حدش طلب مني اعمل حاجة. وكان وكنت انا عايز مستني الفرصة ان حد يجي يطلب مني اعمل رواية، اعمل رواية تلفزيون، اعمل اي حاجة، فانتوا اول ناس طلبتوا مني في الوقت. الحقيقة ده يعني انا سعيد جدا اللي بسمع الكلام ده، لانه الحقيقة احنا لما كلمناك ما كناش متوقعين انك انت هتقبل، لان هم حتى قالوا ان احنا جايين ندور عليك في اوروبا ونجري وراك في كل مكان عشان بتصدقوا كلام الجرايد. يعني هو طبعا انا عاوز اقولك على حاجة، ما هو في بعض الناس مغرضين، يمكن انا صورت الموقف بصورة مبالغ فيها شوية لما قلتلك انه كثير من الصحف بتهاجمك، وفي برضو كثير من الصحف بتؤيدك، وفي كثير من الاقلام وقفت تدافع عنك بحرارة. وانت تذكر حتى انه استاذ عبد الحليم حافظ عمل برنامج كامل في الشرق الاوسط كان بيتكلم فيه عنك وبيدافع عن مواقفك باصرار، يعني مش عبد الحليم بس. ما اما يعني الدفاع بيجي من هجوم، يعني اللي حصل ان هو حس ان انا محتاج لدفاع، زي ما بعض الصحفيين بيحسوا ان انا محتاج لدفاع من كتر الهجوم. انت قلت ان كل واحد ناجح ومشهور بيتعرض لمصاعب، وطبعا انت لازم توطن نفسك على انك انت تواجه هذه المصاعب، وانا شايف انك انت موطن نفسك على انك تقابلها يعني فعلا. عاوز اقول لك كمان ان الجمهور في مصر بيشوف افلامك وبيقبل عليها جدا. انا كنت اخر فيلم شفته لك في مصر في سينما رمسيس افتكر، وفيلم مايرلينج اللي هو برضو كان ولي عهد في النمسا. شوف السينما كانت كومبلي عن اخرها يعني، يعني لو كان فعلا الجمهور في اعماقه بيحس انك واقف موقف غلط كان قطعك، حتى لو الدوله سمحت لك كان الجمهور نفسه قطعك. لما اذا كانت الدوله سمحت لك وبتسيب افلامك والجمهور بيتابعك، وبعدين اذاعه زي الشرق الاوسط بتجي لك عشان تعمل لك روايه واو الى اخره، يبقى اظن المجال مفتوح قدامك عشان تقضي على البقيه الباقيه اذا جيت مصر، اذا خطيت الخطوه الاخيره دي. طيب عشان اخلص الموضوع ده الحقيقه واطرق موضوع تاني اذا سمحت، ولا انا بتعبك؟ اتفضل. انا عارف انك تعبان. بالعكس. كنت قلت لنا في مره انك انت عرضت من تلقاء نفسك على بعض السفراء العرب انك تتبرع بمبلغ كبير من اجل اقامه مركز ثقافي مصري في اوروبا او مسرح او حاجه زي كده، ادلنا تفصيلات شويه عن الموضوع. اللي حصل ان انا اثناء ما كنت بصور فيلم مايرلينج في فيينا، كان اياميها سفيرنا في فيينا السيد حسن التهامي، فكان كنت رحت طبعا كان عزمني على عشاء عنده في البيت، وبعدين قال لي انه السفراء العرب اللي في فيينا كانوا اتفقوا انهم يعملوا مركز ثقافي في فيينا، وانا لقيت الفكره دي حلوه جدا، فقلت لسيادته انه لو عملوا مركز ثقافي كان يبقى نفسي انا اتبرع بمسرح للمركز ده هو، لان في فنانين عرب كتير جدا غير المصريين، في فنانين من المغرب ومن الجزائر بينجحوا جدا لما بيسافروا. يعني انا فاكر لما جت ام كلثوم باريس كان نجحت نجاح فظيع جدا، وعبد الحليم في لندن برضو، فدي دعاية انا في رأيي دي دعاية كويسة جدا لينا. فكان فكري اعمل مسرح عشان كل الفنانين العرب اللي يجوا يسافروا ويحبوا يعني يظهروا من الفن بتاعنا يبقى ليهم مطرح. فكنا اتفقنا على كده، وبعدين مش عارف بقى حصل ايه، المركز ده لسه ما ابتدوش فيه الظاهر، لكن انا كنت فعلا مضيت ورقة للسفير ان انا مستعد اتبرع بمبلغ عشان المسرح ده. ده كان هيكلف كثير المسرح ده يا استاذ عمر؟ يعني انا كنت اعتقد ان كنت مضيت له على $100,000 كنت هتبرع بيهم.
طبعا انا بستغرب ازاي الحقيقه ما تمش هذا يعني، واحنا احوج ما نكون الى اي مسرح او مركز ثقافي، ممكن حتى نعرض فنوننا، فرقه رضا، الفرقه القوميه للفنون الشعبيه، الفرقه الراقصه، تعمل دعايه حلو. وانا موافق معاك انه مش ضروري كلنا يبقى لنا خط واحد، ما دام احنا وطنيين في نهايه الامر ومرتبطين بوطننا وما بنقولش حاجه ضده وما بنتصرفش تصرف سيء ضد وطننا، وخاصه في الظروف الحاليه، يبقى حتى الواحد اللي بيؤدي واجبه بيؤدي واجب وطني، واللي بينجح في عمله بيؤدي واجب وطني. ومش ضروري الممثل اللي بره يبقى زي الممثل اللي جوه، زي المقاتل اللي واقف على الجبهه، زي الرجل اللي خلف الجبهه، زي المذيع، كل واحد له دوره طبعا. كل واحد لازم يعمل اللي يقدر يعمله كويس، اللي يقدر يعمله ما دام ما بيغلطش في حق وطنه ولا بيسيئش اليه باي صوره. طب استاذ عمر، متهيألي ان احنا اتكلمنا جد كتير. يعني عاوز اسالك حاجه عن نفسك، يعني كانسان. عارف الاغنيه المصريه اللي بتقول كلمني عن نفسك عن احوالك؟ انت كبرت يعني، تحس انك انت كبرت في السن شويه؟ ايوه، عشان تعبت الحقيقه، بقالي كذا سنه دلوقتي عايش في لوكاندات، وبسافر من حته لحته، فحاسس انه مفيش استقرار يعني. وبعدين ما بشوفش ابني تقريبا الا في لما بياخد اجازاته في المدرسه، واهو دلوقتي فاتن مثلا، احنا دلوقتي ما سيبنا بعض، وفاتن في لندن مع طارق. ويعني ما بقاش ليا حد، حاسس ان انا ما بقاش ليا حد في الدنيا الحقيقه، يعني في اوروبا وفي امريكا. أي. في المطارح اللي بروحها، فدي طبعا بتتعب الواحد، لان اكل المطاعم ونوم السراير اللي في اللوكاندات غير لما يكون الواحد له بيت. حتى لو كانت اللوكاندات فاخره زي اللي انت بتروحها، ايوه بيزهق منها الواحد وبيتعب منها. ايوه. طب يعني انت قلب وحيد. ايوه. رغم كل الناس اللي بتلم حواليك، يعني انا ناس كتير قوي بيحسدوك وبيشوفوا الستات والبنات واوروبا كلها وبتجري وراك، واللي عاوزين توقيع واللي عاوزين صوره، واخرهم الناس معانا في الاستوديو دلوقتي مستنيين. كتره الناس بتخلي الواحد وحيد اكتر، يعني هو الواحد بيحس نفسه مش وحيد لما يكون له حد او شخص او شخصين او ثلاثة او يعني عدد صغير من الناس اللي بيحس انهم بيحبوه بصحيح. لكن اما تكون دايما في وسط مئات والوف من الناس بتحس نفسك وحيد جدا، على الاقل انا بحس نفسي وحيد جدا. يعني انت عاوز العيلة وعاوز البيت. ايوه. طب هل صعب او فات الوقت اللي انت تقدر فيه تحقق الاستقرار العائلي كده؟ لا ما فاتش اكيد، لكن مع كثرة الشغل والسفر ما بيجيليش فرصة ان انا اقابل حد اقدر يعني اتعرف عليه لمدة طويلة. وبعدين نفس العقلية بتاعتنا عقلية مختلفة، يعني من الصعب ان الواحد يتصاحب جدا مع اي اجنبي، يعني هم لهم طريقة في الصداقة غير الطريقة بتاعتنا. يعني الصداقة بتاعتهم باردة شوية ورسمية شوية. معرفش يا أستاذ عمر، هل أبقى بايخ لو سألتك سؤال يمس شخصك إلى حد ما، ولو إني بحس إن هو سيدة فاتن حمامة فنانة عربية تعلقت بها الجماهير وكده هوت ولسه بتتابعها، هل ما فيش أمل في العودة يعني؟ يعني هو اللي حصل ان احنا ما حصلش بينا حاجة، يعني ما اتخانقناش مثلا او ما سبناش بعض عن زعل. اللي حصل ان انا اشتغلت كتير وكنت دايما في اماكن هي ما كانتش ممكن تيجي فيها. وبعدين من طبعا الحب لما البعد كتير قوي، البعد جفا بيقل. ف صباحنا يوم يعني على اتفاق كده اهو، قلنا فاحنا نجرب ان احنا نبقى كل واحد في حاله. ما حصلش اي حاجه، انما علاقتكم علاقتنا كويسه جدا، صداقه وموده وكده. وانا برضو لمست هذه الموده عند مدام فاتن لما شفتها في لندن. يعني كنا سمعنا انه مدام فاتن اتجوزت، كانت 12، ما اعرفش. لا احنا لسه متجوزين. لسه يعني متجوزين طبعا، يعني الخبر ده غير صحيح. غير صحيح، غير صحيح. طب استاذ عمر، انت قلت لي انه انت احتليت، يمكن اول عربي احتل المكانه دي في السينما العالميه.
يا ترى هل دي مجرد مصادفة ولا في مؤهلات معينة رشحتك لهذا الموقف؟ لا الحقيقة يعني أغلبيتها بخت يعني أنا حظة تعرض علي الدور اللي في فيلم لورنس وكان دور كويس جدا والمخرج ممتاز جدا والفيلم نجح فطبعا الدور نجح وبعدين أنا بقى شوية شوية اتعلمت أكتر من الشغل معاهم مع الممثلين الإنجليز خصوصا ومع المخرج ده هو فتقدمت أنا وبعدين اشتغلت يعني ما كسلتش لما جاني الحظ ما كسلتش يعني مش لكن أنا أعتقد أنه إحنا عندنا ممثلين كتير جدا في مصر ممكن ينجحوا زي ما نجحت أنا مين؟ لو جات لهم الفرصة زي مين؟ كتير مش عايز أقول أسامي طيب أحسن فيلم في رأيك أنت مثلته إيه؟ يعني أنا أحسن فيلم بيعجبني فيلم لورنس فعلا لورنس اللي هو أعتقد أنه كان فيلم ممتاز جدا وبعدين فيلم دكتور جيفاغو ده نجح عظيم جدا ونفعني جدا فيلم عظيم فعلا أنا أتيح لي فرصة أن أشوفه في عرض خاص في القاهرة طيب في دور تتمنى أنك أنت تمثله يا أستاذ عمر؟ لا أنا الحقيقة دلوقتي يعني عايز أشتغل أقل ويمكن أشتغل شوية في المسرح يعني نفسي أعمل حاجة في المسرح في لندن أو في نيويورك في برودواي تبقى ممثل مسرحي يعني لمدة قصيرة يعني نفسي أعمل حاجة في المسرح تجرب المسرح يعني أي. وسمعتك بتقول أنك يمكن تفكر تشغل مخرج ونفسي أخرج فعلا لأن السينما يعني المخرج فيها كل حاجة الحقيقة الممثل لو اشتغل مع مخرج كويس ممكن يطلع كويس ولو اشتغل مع مخرج وحش بيطلع وحش فأنا نفسي أخرج فعلا عندي عندي فكرة أن أنا أخرج قريب بنتمنى لك في الإخراج نفس التوفيق في التمثيل مين أصدقائك أهم أصدقائك في الممثلين العالميين يعني رجالة وستات بيتر أوتول أو غريغوري بيك و مارلون براندو صاحبي جدا و في من ممثلات صوفيا لورين صاحبتي جدا عشان اشتغلت معها فيلمين و انجريد بيردمان و اودري هاببرن وكتير يعني كلهم الحقيقه يعني بيعاملوني معامله كويسه جدا وبيحبوني جدا ايوه قلت لي انه مصر وحشاك يا ترى مثلا ايه الفسحه اللي وحشاك ايه الاكله اللي وحشاك مين الناس اللي وحشينك اذا كان ممكن تقول لي اسماء انا ليا اصحاب كتير فعلا في مصر وبيوحشوني جدا طبعا اولهم عبد الحليم حافظ واحمد رمزي وصالح سليم يعني دي كانت الشله بتاعتنا احنا في مصر وبعدين بيوحشني النادي الاهلي انت اهلاوي ايوه طبعا وبعدين الكوره نفس جو الكوره عندنا بيوحشني يعني مهما كان هنا في جو كوره وفي يمكن مستوى كوره اعلى بكتير لكن مختلف يعني الواحد كان له مزاج شكل تاني لما يتفرج على الكوره في مصر الحماس الشعبي يعني في حماس لنادي معين او لفرقه معينه لكن هنا الواحد بيتفرج على الكوره مستوى عالي من غير اي حماس لاي جانب من الجانبين بعدين انا في حكايه الاكل يعني عندي حظي كويس ان في والدتي موجوده في مدريد دلوقتي في اسبانيا لان اختي متجوزه هناك فلما بيوحشني الاكل قوي ببعت اجيبها وبتطبخ لي هي لمده كام يوم بتعمل لي اكل مصري كويس جدا ايه بالذات من الاكل المصري يعني انا احب جدا الباميه والبتنجان مهما زي ما الواحد يطبخه احبه يعني احبه جدا يعني بتنجان في اي صوره في اي صوره وطبعا الملوخيه وخصوصا طارق بيحب الحاجات دي جدا لغايه دلوقتي طبعا ما عرفش يتعود على الاكل الافرنجي بيحب الاكل المصري استاذ عمر زملائنا في الرحله الاستاذ محمد علوان مستشار الفني للشرق الاوسط والاستاذ احمد صالح سكرتير تحرير اخر ساعه يمكن عاوزين يوجهوا لك كلمات او اسئله خفيفه كده بسيطه ممكن يختصر الوقت اذا سمحت
تفضل استاذ علوان. تفضل استاذ احمد. تفضل استاذ احمد. اولا حكايه توجيه الاسئله ما زهق مننا بقى في التسجيلات كل يوم حد الحقيقه زهقنا خالص. يعني بيشتغل في الجبل يوميا طول الاسبوع من الساعه 6:30 صباحا المسكين لغايه الساعه 6:30 مساء نظن. يعني طول الاسبوع ما عدا الحد هو اللي فاضي. فاول ما وصلت هو كان متصور يعني حد او اتنين او بتاع، فالمساله خدت لغايه دلوقتي حوالي 7 حدود. بلا حدود. فيجي يوم الحد اللي هو يوم راحته ابو يبص لقيني الساعه 9 الصبح داخل له. لا الحقيقه تعبنا قوي، خصوصا ان الواحد انا مش اصلي مش متعود على الاذاعه، يعني عمري ما عملت روايه للاذاعه. فكان صعب بالنسبة لي لأن أول مرة بشتغل رواية للإذاعة ولها تمثيل شكل تاني خالص يعني. لا بس ده أنا أول ما جيت يعني أول ما طلعت من مصر قالوا لي عمر شريف بقاله 6-7 سنين برا، ده بقى خواجة. وبعدين جيت لقيت بقول لك متعود، تقوم تقول لي لا متعود. طب بالمناسبة الحقيقة يعني أنا قريت نقد موجه لينا الشرق الأوسط بيقولوا أن الأستاذ عمر الشريف يمكن لغته ماهيش عربية سليمة. أنت كمخرج اشتغلت معاه، ولا أنا عاوزك تقول لي خصائص الاستاذ عمر الشريف واللي لمسته منه في شغله، وثانيا ايه رايك في لغته؟ يعني خصائصه حكمت عليها السينما العالميه، السينما صوت وصوره. فالصوت والصوره حكمت عليهم السينما العالميه، والا ما كانش يعني اصبح له النجاح الكبير ده. اما من ناحيه الراديو فانا مش مصدق ان هو بيقول لي اول مره بشتغل راديو، لأن ده بيشتغل راديو وكأنه عمل 20 رواية قبل كده للراديو. وغير كده أنا بقالي يعني 5 سنين ما بتكلمش عربي إلا نادر، يعني أغلبية الناس اللي بشوفهم كل يوم بتكلم معهم إنجليزي أو فرنساوي، ما بتكلمش عربي كتير. بس ده حاجة غريبة جدا، ده تبني بلد. يعني حقيقي أنا ملاحظ فعلا أن أنت من بلد حقيقي، يعني مش بس في الإذاعة، لما عدنا معاك عادات خاصة اكتشفنا فعلا أنك من بلد فعلا يعني. طيب كويس ابن بلد وبعدين يعني كويس. لا المهم مش اللغه كمان، الاحساس اللي جوه. يعني لما بيقابلك مش بيقابلك كاي خواجه بتاع، بيقابلك اهلا وبتاع يعني كده واخدك بالحضن باحساسه وبشعوره. حاجه ما بتتنسيش، ادي الحاجه الوحيده اللي لا يمكن تتنسي. اهو ده اللي انا بقوله، ان فعلا عمر الشريف كستار عالمي لم يتغير عن كونه ابن بلد مصري اصيل، ويعني بياخدك بالحضن بعينيه وباحساسه وبجوارحه وانت داخل. وبعدين يعني ما نسيش كل تقاليدنا وعوائلنا، يعني هي كامله. المهم حكايه الساعه 9 الصبح دي، انا برضو يعني يوم الراحه يوم الحد ده يعني اتصور يديني الساعه 9 الصبح معاد، او ما اجي مثلا اقول ايه 9 إلا 5 اروح الاقي 9 إلا 5 وانا طالع الاقيه فاتح السكريبت بتاع الاذاعه وعمال يقرا فيه. طب ده مسكين امبارح مخلص الساعه 7 بالليل ماسك وعمال يقول، وبقول لك اقول له متعمد، يقوم يقول لي لا يا محمد دي متعمد. اقول له لا متعمد. طب دي باللغه العربيه الفصحى، يقول لي يا ريت كان بالفصحى. فالحقيقه ما تنساش يعني يا استاذ علوان وهو شايف احنا ماسكين الشرايط وبقى وهو في المكانه دي وممثل عالمي والناس بيتهافتوا عليه ماسك الشرايط وطالع معانا، ما تنساش لما عيد يا استاذ عمر. انا كان لا ده انا كان نفسي تتاخد، كان نفسي تتاخد صوره له وهو طالع من اللوكاندا الفخمه جدا اللي قاعد فيها في انزبروك وشايل السكريبتات والشرايط. بيساعدني يعني لان الاذاعه مش بعيده عن اللوكاندا، فبيلاقي الشرايط مثلا كتير، يعني مش هنركب لها تاكسي كتير ولا حاجه مده طويله. ف يعني شايل نص الشرايط وداخل معانا على الراديو. يعني الحقيقه يعني عاوز اقول ان بوجه له كل الشكر على المعونه الصادقه، وكل ما اقول له طب نعيد دي ساعات بقى هو اقول انا طيب كويس ماشي، يقوم يقول لي لا دي تتعاد، واذا فعلا على الشريط تلاقي حاجات متعاده 10 مرات لان هو عاوز يعيدها مش لانها محتاجه للاعاده. انا كنت عايز اسالك سؤال الحقيقه اطمن بيه يعني الجماهير في العالم عن التصريح اللي اتنشر اخيرا في بعض الجرائد الاوروبيه انك تعبت من السينما وعايز ترتاح وتتفرغ للبريدج والخيل. هو انا تعبت فعلا، انما يعني عايز ارتاح شويه لان اشتغلت كتير بقى، وزي ما بقول اشتغلت في بحر 5 سنين اللي عدوا من دول عملت 12 فيلم كتير قوي، فنفسي ارتاح شويه من السينما. ف
فدلوقتي عشان تعبان بفكر كده، ما اعرفش بقى لما ارتاح اذا كنت هبقى برضو اقدر ما اشتغلش او مش هقدر. ده تحت وطئ التعب بس. ايوه. طب انا عاوز اسال سؤال في روايه اذا ما كناش هنصقل عليك يعني سجلنا جزء منها وفيها حاجات غنائيه، يا ترى لو المدام شاديه خدت الدور الغنائي وعملت الاغاني وبليغ حمدي لحن تشارك في الاغاني؟ يبقى حلو قوي لو لحن لي حاجات سهله على قد صوتي فابقى سعيد جدا. طيب يعني مش عطيقة. على اساس يغني انما يدي يعني زي ماي فير ليدي وحاجات كده يعني كلام على مزيكا ومش هنتعب عليك ان شاء الله. أيها السادة، مع السهرة المفتوحة نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله مع أطيب المنى طاهر أبو زيد.